السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتكلم لكم عن واجهة اسمه Open Box. طبعا فتح الطرفية الحين، طبعا هذا أغلب شغلك راح يكون بالطرفية بالبداية، لأن الواجهة ما فيها شيء، ما في لا شريط فوق ولا شريط تحت ولا يسار ولا يمين. طبعا هذه واجهة من أفضل الواجهات بالنسبة لي. الأشياء الوحيدة الموجود بالواجهة إن في زر يمين في بعض الأشياء هنا الطرفية أو المتصفح أسطح المكتب، ضبط الالوان وغيرها، الوان النوافذ، وفي هنا اعاده ضبط، وفي اعاده تشغيل، وفي خروج، وفي الزر الاوسط ممكن افتح لك النوافذ المفتوحه، تمام. والسطح المكتب تقدر تنقل. خلونا نشوف. طبعا الحين النافذه فاضيه ما في شيء مثل ما انتم شايفين. الان راح اسكر الفيديو هذا، راح ابدا اشتغل على الواجهه، وراح ارجع لكم بالواجهه بعد التخصيص نشوف شكله وش صار. بسم الله. مرحبا بكم والسلام عليكم. طبعا انا وريتكم بدايه الفيديو هذا انه النظام او الواجهه قبل كانت مره ما في شيء، الحين لاحظ بعد التخصيص صارت، صار عندي ساعه هنا، صار عندي هنا شاشه نظام صغيره، صار عندي هنا شريط، ممكن اوصل للبرامج اللي ابي من هنا. ايضا القائمه هذه تطورتها، حطيت لي هنا مدير ملفات، حطيت مثلا قائمه ديبيان اوصل البرامج بسرعه، حطيت لك النظام ممكن اوصل السينابتك اركب برامج، ممكن احدث القوائم، ممكن اغير الثيمات، ممكن ايضا العب بالقائمه هذه. ايضا عندك خلفيه صفحه المكتب ممكن اغيرها من هنا. طيب نوعين من المستخدمين ينظرون شرحي موجودين الحين. النوع الاول يقول انا ابي الواجهه وبس، ما بيك تشرح لي اي شيء. اذا كنت ابي الواجهه وبس في ملف مضغوط المطلوب منك موجوده، ملف مضغوط طبعا بالمرفقات او عفوا بالوصف حق الفيديو، المطلوب منك انك تركب او تفتح الملف اللي اسمه تعليمات، تركب الحزم الموجودة عن طريق الطرفية، تنسخ وتلصق. بس عليك تسوي انك تنسخ وتلصق هنا، مكتوب لك انسخ هنا الصق، الصق هنا بعدين اضغط انتر. طبعا مثلا موجود لك طبعا بالملف اللي هو سودو اد جيت انستول اوبن بوكس، موجود لك منيو، موجود لك ال اكس ابيرنس، موجود لك اشياء كثيرة. انت الصخ هذا وتلصق وتدخل رقمك السري، راح يبدأ بالتحميل. بعد ما يخلص التحميل الملف المضغوط ايضا موجود فيه محتويات، المفروض انك تفك الملف المضغوط هذا داخل مجلد الهوم، هذا مجلد الهوم اللي هو اسم المستخدم حقك، تفك الضغط على الملف هنا. الملفات الموجودة ملفات مخفية تبدأ بعلامة النقطة، تأكد ان الملفات موجودة هنا، يعني مو بتفك الملف عنه وبعدين يطلع اسم مجلد ثاني، لا لازم تأكد موجودك ملف اسمه كونفج وملف اسمه كونكي، لازم تكون موجودات الملفات هذه هنا. طبعا الملفات راح توزع نفسها أماكن. أما إذا كنت رجل تبي تعرف التفاصيل فمرحبا بك. الأشياء اللي سويناها في الأوبن بوكس، طبعا ليش استخدم الأوبن بوكس أنا كمستخدم؟ لأني سريعة جدا، توفر كمية كبيرة من الرام، نفس الوقت بسيطة، ممكن أضيف الجماليات على كيفي. خلونا نشوف إيش سوينا. أول شيء ركبنا برنامج الأوبي منيو. الأوبي منيو فائدته تعديل القوائم، فبدون الأوبي منيو ما تقدر تعدل القائمة هذه إلا بطريقة معقدة. الأفضل تحمل البرنامج. طبعا اللي عليك تسويه تكتب بالتيرمينال سودو اب جيت انستول او بي منيو مثل ما انت شايف هنا، نفس بالضبط نفس السبيلنج، بعدين يبدا لك التحميل. الفائده منه ان تلاحظ ان القائمه هذه موجوده هنا، اوكي، فنقدر نعدل القائمه. ليش الفائده؟ لان هي اسرع وصول بالواجهه هذه القائمه ذي، اوكي، هذا بالنسبه للقائمه. طيب خلونا نشوف الشيء الثاني اللي هو المنيو. اذا انت حاب تضيف قائمه هنا، طبعا قائمه البرامج، لازم تركب برنامج اسمه منيو. طبعا تركيب البرنامج بسيط، اللي عليك تسوي تكتب sudo apt-get install menu، طبعا سبيلنج المنيو بالشكل هذا sudo apt-get install menu، تحمل المنيو وتأكد انك حملته. ايضا في عندك نقطة مهمة اللي هو اول ما تركب او مدخل الواجهة نظيفة، طبعا ما راح تكون بالشكل هذا، يكون عندك الفايل مانجر. الفايل مانجر اللي هو مدير الملفات، وش اسمه الفايل مانجر اللي انا استخدمه هذا اسمه PC man FM، فتكتب بالشكل هذا sudo apt-get install PC man FM، فراح يبدأ يحمل لك البرنامج. بعد ما خلص تحميل البرنامج مثل ما تشايف انا حاطه هنا فايل مانجر. شلون تحطه هنا؟ بسيطة، تروح للأوبي منيو البرنامج، تضيف مثلا اللي انت تبي، خلنا نحذف هذا ونضيف الفايل مانجر من جديد، تكتب نيو ايتم، تضغط على نيو ايتم، تكتب هنا مثلا فايل مانجر، تكتب على كيفك، لو تبي تكتب بالعربي في مشكله. هذا هو المهم انك تكتب اسم البرنامج بي سي مان اف ام، تحفظ القائمه راح تحصله هنا، توصل له. بعد الوصول راح تروح الى الروت، ارفع لين توصل الروت هذا بالمكان هذا اللي فيه يوزر سبين هوم الى اخره، تدخل على اي تي سي
XDG راح تحصل مجلد اسمه اوبن بوكس، تنسخ مجلد الاوبن بوكس هذا نسخ عادي، بعدين تروح المجلد الهوم تظهر الملفات المخفية عن طريق فيو، بعدين شو هيدن راح تحصل ملف مخفي اسمه كونفيج، البحث افضل كونفيج، هذا الكونفيج تنسخ المجلد هنا زي ما شايف انا نسخته جبته هنا. الفائدة المجلد هذا فيه القائمة وفيه الارسيف في الاوتو ستارت. اوكي الحين يصير عندك امكانية انك تلعب بالواجهة، سجل خروج وادخل من جديد، بعد ما تسجل خروج ادخل من جديد، خلنا نكمل نشوف وش ممكن نسوي. عندنا برنامج اذا حابين غير الخلفية، او خلونا نبدأ بالشريط، برنامج شريط هذا الموجود تحت، هذا الشريط اسمه اوبي بانل تمام. فانت تحمل الاوبي بانل عن طريق التيرمينال سودو apt get install اوبي بانل، عفوا هو اوبي بانل هو اف بي بانل بانل، بعدين تضغط اندر تحمل البرنامج ده رقم سري. بعد ما خلص التحميل تفتح البرنامج بطريقتين، الاولى تكتب بس اف بي بانل راح يفتح، طبعا خلونا نسكره مو موجود الحين، اف بي بانل راح يطلع الشريط زي ما انت شايف تحت، ممكن انك تلغيه. طبعا افضل طريقه مو بالطريقه هذه، الافضل طريقه انه يكون يشتغل تلقائيا مع النظام، انك لما شغلت النظام يشتغل. فخلونا نفتحه بس، وشلون الطريقه سهله، في ملف اسمه اوتو ستارت موجود بالكونفيج بالمجلد اللي تو احنا جبناه كونفيج، هذا الكونفيج اوبن بوكس، هذا الاوبن بوكس، هذا الاوتو ستارت، تدخل على تعدله طبعا جيدت، يمكن يكون اوتو ستارت بدون شل، انا هذا اللي منشئه انا فما ادري يعني اعوذ بالله من كلمه انا. فتكتب هنا اسم البرامج اللي انت تبي تفتح، بالنسبه لي انا اخترت برنامج الاف بي بانل، لما اطلع من الواجهه وادخل راح يشتغل، لو ما اكتبه هنا ما راح يشتغل، راح تكون واجهه نظيفه. ايضا برنامج الفوليوم ايكون راح اعلمك عن طريق التحميل، وبرنامج نيتروجين اللي هو برنامج خاص بتغيير خلفيات، طبعا خلونا من هذا راح نجيب خطوه خطوه افضل. طيب نضيفه بعدين سجل خروج تدخل راح تلقاه يشتغل. خلصنا من الشريط الحين خلينا نشوف شلون غير خلفيه. تحمل برنامج اسمه نيتروجين سودو apt get install نيتروجين بالشكل هذا، نيتروجين نو خطا معناته انه نيتروجين، راح ابدا بالتحميل. بعد ما خلص التحميل ادخل على برنامج الاوبي منيو، طبعا الافضل انك تضيف الاوبي منيو هنا، طبعا طريقة فتحه اول مرة تكتب بالطرفية اوبي منيو وراح يفتح معك تمام، الافضل انك تضيفه بالقائمة، طبعا طريقة اضافته مثل طريقة اضافة الذي الفايل مانجر، تكتب اسمه، تكتب اسمه اوبي ما ولا مدير القوائم، وتكتب البرنامج اللي هو اوبي منيو، طبعا انا اضفته هنا بقائمة اسمه سيستم اضفته هنا اوبي منيو. طيب نروح نضيف مثلا، شوف لاحظ ديسكتوب وول بيبر اللي هي اضفته انا قائم يعني عنصر جديد، فانت تضيف اضافه عنصر، تكتب العنصر اللي تبي اسم العنصر مثلا ديسكتوب وول بيبر، ممكن تكتب تغيير خلفيه صفحه المكتب، وتكتب نيتروجين، ضروري تكتب نيتروجين عشان يفتح معك البرنامج، تحفظ القائمه راح تحصل البرنامج هنا تجيك وتختار الخلفيه اللي تبي. طبعا اول مره تفتح راح تلقاه فاضي، اضغط على بريفرنسز حدد المجلدات اللي موجود فيها صور راح يفتح معك. طيب خلصنا من تغيير خلفيه صفحه المكتب، خلصنا من الشريط، الشريط فيه اعدادات كثيره له تمام، بعد ما تحمل البرنامج راح تحصل اعدادات الشريط موجوده هنا بالكونفج اف بي، هذا الاف بي بانل، ادخل على الديفولت. طبعا اذا كنت تتابع الفيديو هذا معناته انك شخص تفهم بالموضوع، ففي بعض الاشياء هنا ممكن تعطله ممكن تفعله بلجنز وغيره، الافضل تدخل على موقع الاف بي اذا حاب انك تستزيد ببعض الاشياء. خلصنا الحين من الاف بي بنيو، خلونا نشوف فوليوم ايكون اللي هو شيء مهم انه يطلع هنا بحيث انه يزيد واقصر الصوت على مزاجي. طيب شلون؟ الامر بسيط ايضا. في ملف ايضا موجود بالمرفقات، تحمله وتفك الضغط عنه، بعد ما تفك الضغط عنه راح يطلع لك اسمه فوليوم ايكون، هذا هو. تنسخ المسار، تكتب بالطرفيه سي دي عشان تروح لما المسار. طبعا اللصق بالطرفيه كنترول شيفت حرف في. او عن طريق زر اليمين، بعدين تكتب هنا كونفيجر، راح يبدا يتحقق هل في حزم متوافقه ولا لا، جميع اوكي كل شيء تمام، راح تكتب ميك توت انتر، راح يبدا يسوي اشياء ثانيه برضو
بعدين تكتب سودو ميك انستول، راح اطلب رقمك السري ويحمل. بعد ما يحمل تفتح البرنامج عن طريق تكتب فوليوم ايكون هنا، ولازم تروح للاوتو ستارت. طبعا الاوتو ستارت لانه مهم انا اضفته هنا بحيث اني عدله مباشره، تمام. تروح للاوتو ستارت وعلى طول تكتب فوليوم ايكون، لازم تحط العلامه هذه ضروري. بالنسبه للخلفيات ضروري تكتب نيتروجين ريستور علشان اذا شغلت ترجع الخلفيه، لانه بدون هذه ما يرجع. شيء مهم ايضا لنا كعرب حابين نكتب باللغه العربيه، السطر هذا ايضا موجود بالملف المرفق. الفائده منه انك لما تشغل النظام اول ما تشغله تلقائيا يتعرف على لوحه المفاتيح وخليه تكتب باللغه العربيه عن طريق شيفت الت. اوكي، خلونا نشوف تغيير الثيمات. في برنامج اسمه LX Appearance او Appearance، تحمله عن طريق سودو اب جيت انستول Appearance تحميل، عفوا مو Appearance، LX Appearance. بعد ما يخلص تضيفه للقائمة. هنا ما راح اعيد كل شوية طريقة اضافة القائمة، سهلة. اضفته انا سميته Themes and Stuff وسميته LX Appearance، راح يفتح من هنا غير الثيمات مباشرة. لاحظ ايضا ميزة البرنامج هذا عن غير انه فيها ايقونات وممكن غير اشياء كثيرة من هنا مباشرة. بعد ما تختار الثيم اللي تبي بس تضغط ابلاي وراح يتغير النظام. انا افضل كانديدو، وين ضاح كانديدو؟ كانديدو وكروم كلهم حلوين، لكن خلنا على كانديدو احسن. اوكي، الثيمات من وين تحصل الثيمات؟ تفتح برنامج سينابتك، وهذه نقطة مهمة بالبرنامج اللي هو اوبن منيو. لو حبيت تضيف برامج لازم تفتح بتصريح مستخدم او تصريح روت اللي هو مستخدم مع جميع الصلاحيات. لازم تكتب قبل الاسم قبل البرنامج جي كي سودو، فلما تجي تفتح البرنامج لازم تكتب جي كي سودو وبعدين تكتب سينابتك. هذه وين تكتبه؟ تكتبه هنا اذا انت حاب تضيف برنامج بصلاحيات روت. خلونا نروح نشوف سينابتك. راح يطلب منا الرقم السري، ليش؟ لان قلنا اطلب صلاحيات الروت بحيث يصير عندي امكانيه اني اضيف والعب بالبرامج على راحتي. بعد كده بعدين تكتب themes واستمتع، في ثيمات كثيره موجوده هنا. ايضا بالنسبه لاطار النوافذ، في البرنامج هذا جاي تلقائي اللي هو اوبي كونف، تمام، جاي مع الواجهه، ممكن تعدل اطارات النوافذ من هنا. وول بيبرز بانلز فايل مانجر. خل باقي شغله مهمه اللي هي باور، شلون تطفي وتشغل الكمبيوتر. ممكن تضيف القائمه هذه انك تعيد تشغيل وتطفيه، شلون؟ سهله، تروح تضيف للقائمة هنا، أنا مسمية باور. في طريقة إضافة عنصر، في طريقة قائمة، نيو منيو، وبعدين تضغط على نيو منيو وتسمي المنيو اللي تبي، وبعدين داخل المنيو افتح راح تحصل مثلا مكتوب لك نيو ايتم، اكتب اللي تبي مثلا إيقاف تشغيل. ضروري جدا تكتب بالشكل هذا، خلونا نحطه هنا عشان يكون واضح. جي كي سودو شات داون، وبعدين راح يطفى الجهاز. في شيء ثاني اللي هو ريبوت مباشرة، تمام، نفس الشيء بس تكتب ريبوت، هذا لإعادة التشغيل. بالنسبة للخروج من الواجهة سهل، مجرد ضغط على إكزيت. أوكي، أي إضافة تضيفها وحاب إنك تضيفها بخصائص الواجهة اللي هي خصائص الواجهة الافتراضية من ملف اسمه RXXML، وين موجود؟ موجود بالكونفيج. هذا هو، طبعا نسخناه قبل شوي. تفتح عن طريق الجي اديت او هذا فتح عن طريق المتصفح، تمام. وش الفائدة من هنا؟ الفائدة من هنا ممكن اضيف اختصارات للوحة المفاتيح كثيرة، مثل اني ابي افتح برنامج بضغط واحدة. فمثلا حاليا انا مخصص دبليو تي، وش يفتح؟ يفتح لي ملفات، مدير ملفات. لما اضغط طبعا دبليو مو زر الدبليو اللي هو مفتاح الويندوز او مفتاح السوبر، راح يفتح لك المتصفح. انا بالنسبه لي خصصته على الدبليو. في عندك الكي اذا حاب اني اصغر نافذه معينه الى هنا، برنامج الكي دوكر، فلو اضغط عليه الحين راح ينزل لي البرنامج هنا. طبعا برنامج اسمه كي دوكر ومو بهذا موضوعنا. طريقه الاضافه ايضا سهله من هنا افضل. طبعا اذا تحاب تضيف مستند نص تعدل عليه من المنيو لازم تكتب جي اديت قبله او المحرر اللي انت حاب انك تستخدمه. خلونا نروح نضيف اوبن منيو مثل ما انت شايف هنا سيستم. من هنا عدل اوتو ستارت، لازم اكتب قبله جي اديت
او اسم البرنامج اللي تحب تحرر وتحط مسار الملف اللي تحب تحرره. اوكي خلينا نشوف ايش ممكن نسوي بمجلد بملف الار سي. وين راح الار سي؟ هذا الار سي. لاحظ عندي فايرفوكس مثلا هنا، ممكن اضيف برنامج معين، مثلا احب افتح برنامج الجيمب بضغطه واحده بدون ما ادخل القائمه، فممكن احط له اختصار. طبعا هذا يرمز المفتاح الويندوز، على الاي ترمز الالت، السي ترمز الكنترول، فخلنا افرض نستخدم دبليو مع جي مثلا تعطينا برنامج الجيمب. نحفظ. لازم بعد اي شيء تعديل على الملف هذا تروح تسوي ريكونفيجر، تضغط ريكونفيجر هذه، بعدين نجرب هل يفتح الجيمب ولا ما يفتح. طبعا راح يفتح. نقطة أخيرة تهمنا أنا، اللي هو مشغل البرامج السريع، اللي هو هذا. لو ضغط Alt F2 راح يطلع لك شيء هنا، ممكن تنفذ بأوامر كثيرة، مثلا Kill All G Edit راح يوقف لي المحرر. ممكن من هنا أفتح برنامج على طول، أكتب اسم البرنامج يفتح لي Firefox، أشياء كثيرة. البرنامج هذا اسمه GM Run، تكتب الطرفية سودو apt get install GM Run، حمل لك اياه. بعد التحميل شلون تخصص المفتاح؟ بنفس الطريقة، تروح لما الار سي اللي قبل شوي تكلمنا عنه، الار سي اكس ام ال، وتروح لما المفاتيح وتخصص المفتاح اللي انت تبيه. لاحظ انه جي ام رن هذا هو، فحطيت انا اي اللي هي الت اف 2 اللي هي اف 2 اكسكيوت اللي هو فتح البرنامج، سميت البرنامج هنا جي ام رن واشتغل معي الجي ام رن. ان شاء الله اكون غطيت الموضوع هذا. باقي خطوه اخيره، شلون اضيف الساعات هذه؟ في برنامج اسمه كونكي. برنامج الكونكي ايش الفائده منه؟ الفائده منه الاضافات على صفحه المكتب. طبعا برنامج الكونكي شيء ضخم ما يمكن اني اعطيه حقه الحين، لكن انا حطيت بالمرفقات ايضا بعض الاضافات اللي هي اضافه الساعه هذه وضيفت القائمه هذه، ممكن تستفيد منها. ادخل على موقع الكونكي، اكتب الجوجل كونكي، راح يطلع لك موقع الكونكي، تفرج على راحتك. يهم جدا تقييمكم، شكرا للي يرسلون لي وما زالوا يرسلون. في شخص معين رسل لي رابط، ما بيقول ايش اسم الشخص ولا بيقول اسم الرابط، لكن اعتقد انه عرف الرابط اللي ارسلت لي، فعلا غير المعتقد اللي عندي اللي كنت اعرفه قبل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.